من الحاجات والمواضيع الأساسية اللي لازم تتعلمها وانت لسه بتتعلم انجليزي جديد، انت ازاي تتكلم عن عيلتك بالانجليزية. الفيديو بتاع النهاردة هيساعدك انك تتكلم عن العيلة بتاعتك باللغة الانجليزية، لان احنا هندرس فيه اهم المعاني اللي ممكن تتخليك تتكلم عن عيلتك بالانجليش، وكمان هننطقهم صح مع بعض. اتفرج على الفيديو للنهاية والموضوع هيفرق معاك كتير. يلا بينا. اول كلمة معانا لما بنيجي نتكلم عن العيلة بالانجليش هي family. النطق بتاعها تاني family او family، الاثنين صح، family او family. خليني اقولك بقى ان العيلة في الانجليش بتبقى تلات انواع، في الimmediate family، ودوت لو انت بتتكلم على باباك وعلى مامتك وعلى اخواتك، تمام. وفي حاجة تانية اسمها not clear family، وده لو معليك متجوز فانت بتتكلم على مراتك وعلى ولادك. وفي كمان عندنا extended family، ودي بقى شاملة عمامك وجدك وجدتك وولاد عمك وهكذا. يبقى هنقولهم تاني مع بعض: immediate family, not clear family, extended family. طب خلينا نتكلم بقى عن immediate family بتاعتك، وبيبقى فيها مين؟ بيبقى فيها your father، وطلع لسانك لبرة ذال كده في الth، father، your mother مش mother، mother، mother. يبقى father و mother، والاثنين مع بعض دول بنقول عليهم ايه؟ parents، 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 باباك ومامتك. عندنا كمان your brother، brother، ولو انت عاوز تبان شبح كده في الانجليش في نفسك ممكن تقول لي bro، my bro، اخويا، brother. واختك اسمها sister، sister، وممكن تقول عليها sis، sis، مش sis، ها، sis. والاثنين اسمهم siblings، الاشقاء، اخواتك سواء ولاد او بنات، siblings، siblings. طيب عندنا بقى not clear family او العيلة مثلا اللي بيبقى فيها الزوج والزوجة والولاد. الزوج اسمه husband، 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 مش husband، husband، husband. والزوجة اسمها wife. الاثنين على بعض ممكن يقولوا عليهم بالانجلش spouse، 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 اللي هو الزوج او الزوجة. الولاد بقى عندنا الولد اسمه son، 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 والبنت اسمها daughter. بالامريكان انجلش بنقول عليها daughter، ايه اللي بالتي دي خفيفه كده، daughter. واتفرج على الفيديو بتاعي لما اتكلمت فيه عن حرف التي في الامريكان انجلش ونطقه daughter، وممكن نقولها في البريطاني daughter، daughter. اوكي، يبقى son and daughter، daughter. نخش بقى على extended family، واول حد عندنا هو عمك، عمك او خالك بالانجلش، وهقول لك تفرق ازاي ما بينهم قدام شويه. اسمه uncle، uncle، uncle. اوكي، uncle. والعمه او الخاله اسمها aunt، aunt. يمكن في البريطاني ليها نطق مختلف، لكن في الامريكان انجلش بنقول عليها aunt، aunt. ابن عمك او بنت عمك او ابن خالك او بنت خالك، دول كلهم بيتمحوروا في كلمه واحده بس في الانجليش، هي cousin، cousin، cousin. جدك اسمه grandfather، وجدتك اسمها grandmother. بس ممكن تقول على جدك grandfather، تقول عليه grandpa، grandpa، وممكن تقول على grandmother grandma، ما تنطقش بقى الدي، grandma، الحم الان في الام على طول، grandma، grandma. يبقى grandpa grandfather و grandma grandmother. نفس الكلمة بقى اللي هي grand دي، حطها قبل son وقبل daughter، هيبقوا الأحفاد. grandson يعني الحفيد، و granddaughter يعني الحفيدة. grandson و granddaughter. أهم بقى معلومة في الفيديو، واحد يقول لي طب أنا إزاي لو أنت بتقول إن uncle معناها عم أو خال و aunt عم أو خالة، أحدد إزاي؟ بنحط، لو أنا مثلا خليني أقول لك المثال ده: my uncle on my father's side، يعني عمي من ناحية أبويا، on my father's side، تمام، فهيبقى ساعتها عمي. طيب لو هو خالي هقول بالإنجليش my uncle on my mother's side، من ناحية أمي. نفس الكلام في الأنت، my aunt on my father's side، تبقى إيه؟ أيوة برافو، تبقى عمة. طيب my aunt on my mother's side، تبقى ايه؟ خالة. يبقى بنحط on my father's side و on my mother's side. الكلام ده بقى يمشي لما تحب تحدد الجد، لما تحب تحدد العمة، قصدي الجدة، لما تحب كمان تقول ابن عمك ولا ابن خالك، my cousin on my father's side، my cousin on my mother's side، وهكذا. عندنا كمان niece يعني بنت،
الأخ أو الأخت niece وعندنا كمان nephew أو في الأمريكان إنجليش كمان بنقول عليها nephew بننطق الإف في nephew والnephew أو nephew يعني ابن الأخ أو ابن الأخت. عندنا بقى كمان half brother يعني أو half sister معناهم إيه؟ معناها أخوك النص يعني إيه؟ خلينا مثلا نقول إنك يا أحمد هحطك مثال مامتك مثلا اتطلقت بكرة أو باباك وراحوا اتجوزوا حد تاني الحد تاني اللي هما هيتجوزوه دوت جاب منه بأطفال الطفل اللي هيجي دوت هيبقى إيه؟ سواء هتقتله أو مش هتقتله هيبقى half brother يعني أخوك النص أو half sister تمام؟ يبقى half brother او ايه half sister. طيب امال ايه الفرق ما بينهم بقى وما بين الستيب brother والستيب sister؟ الستيب brother والستيب sister ده بقى ان يعني ايه اللي باباك او مامتك هيروحوا يتجوزوهم معاهم already اصلا عيال معاهم اطفال ما مش هيخلفوا لسه لا ده معاهم اطفال ده ايوه العمليه ناقصه والشقه واسعه فده اسمه بالانجلش ايه بقى اللي هو اوريدي هم مش خلفوه ده جاي معاهم من اب تانية او ام تانية اسمه ستيب براذر او ستيب سيستر تمام فده الفرق اوكي اتمنى تكونوا فهمتوها. خليني اقول لكم كمان ان مرات الاب اسمها ستيب مادر وجوز الام اسمه ستيب فادر تمام اللي هو بيجي يتجوز مامتك او اللي بتيجي تتجوز باباك ستيب فادر وستيب واللي جايين معاها تاني بعيد عليها تاني اللي جايين معاهم اسمهم ستيب براذرز وستيب سيسترز. نخش بقى على الان لا اوكي فاميلي عيله الان لا اول حاجه فادر ان لا وخد بالك هي لا مش لو father in law يعني حماك mother in law حماتك son in law جوز بنتك و daughter in law مرات ابنك او ابنك يبقى father in law mother in law son in law و daughter in law. عندنا بقى كمان brother in law ودوت بيبقى جوز اختك او اختك وعندنا sister in law ودي بتبقى مرات اخوكي او اخوك اوكي sister in law وانا اسف على خلط الانساب اللي حصل ده بس انا بحاول اوصفها بالعربي. لو الفيديو عجبك بليز شير اند لايك مش هتلاقي حد يتكلم على الفاميلي بنفس الطريقه وبكميه المعاني اللي احنا قلناها النهارده. ثانك يو خليني اشوفكم على خير.